توالت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء ومنع حفل فرقة مشروع ليلى في العاصمة عمان، والذي كان من المقرر إقامته في المدرج الروماني يوم الجمعة المقبل. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بدنا ليلى ولا بدناش ليلى؟ أثارت فرقة مشروع ليلى العديد من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعدما نشرت على صفحتها على الفيسبوك منشور طويل قالت فيه: لقد تم إبلاغنا بشكل غير رسمي بأنه لن يكون من المسموح لنا بأن نقدم عروضنا في أي مكان في الأردن بسبب معتقداتنا السياسية والدينية وإقرارنا بالمساواة الجنسية والحرية الجنسية. يوسف فيشر كتب وقال: العادات والتقاليد، قوانين أموات تطبق على الأحياء، أدعم مشروع ليلى. أما على تويتر غردت ديما علم فراج: بدناش ليلى في عمان، بدنا ليلى في عمان، أشكر ربكم ما لفقوا لكم تهمة عبدة شياطين، ترى هاي لعبة البعض. محمد عدوي غرد وقال: مشكلتنا مش مع وجود الغلط، مشكلتنا مع الغلط لما يصير قضية رأي عام، مع إني مش فاهم وين الغلط بناس جاي تغني. السؤال في الأول والأخير: بدنا ليلى ولا بدناش ليلى؟